السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا احنا أخذنا فكرة الـ low fidelity، خلونا نأخذ فكرة الـ high fidelity بالـ wireframe. طبعا في الـ low fidelity احنا أخذنا مرحلة الـ sketching، خلونا نشوف في الـ high fidelity. راح استخدم أنا بالنسبة لي الـ web application الـ Creately اللي هو cloud، بيعتمد على الفلاش، لذلك يجب تشغيلها على الفايرفوكس أو الكروم. سفاري لا يدعم الفلاش، زائدا انه انت ممكن تستخدم الفيزيو، ممكن تستخدم الايدرو، اي تطبيق بيسمح لك انه موجود فيها اشياء اليوزر انترفيس، فلو تشارتس والى اخره من الامور. طيب في الكريتلي طبعا هو بيسمح لك تصنع تقريبا 3 بروجكتات، فاذا مسحنا هذا ديليت اول فيرجنز، لاحظ انا لما اقول ديليت بيمسح. فخلونا نجي نعمل I think project ما راح يقبل، بس I think يقبل document. لو جينا اختارنا هذا ايضا delete، وهذا ايضا open، عفوا ارجع مرة اخرى open. خلينا نشوف اوكي افتح ال project. ممكن تعمل new، تمام ممكن تعمل new blank diagram. في هذا الدايجرام انا في عندي مجموعه اشياء، طبعا انا اكثر شيء اللي احتاجه خلينا نكتب هنا بالله coordinate، coordinate but person لاحظ بيطلع لي person. خلينا نقول انه انا في عندي person، كيف راح اعمل هذا الاوبجكت، كيف راح اصنع ال خلينا نقول كيف راح اعمل عفوا السكتشنج. قبل لا اجيب person هنيجي على الويب، اجيب براوزر على سبيل المثال، هذا هو البراوزر للكروم. طبعا منها انت بتصغر وبتكبر اوكي على حسب الشيب اللي انت تريده. فاذا كان هو هذا البراوزر خلينا نصغر هذا البراوزر شوي، تمام. في هنا انت عندك بروبرتيز المن لهذا الاوبجكت، في عندك نوتس اذا تريد تضيفها، في عندك كومنتس ممكن تعمل شير وببلش. طبعا هذه الواجهه شو راح يكون فيها، فليكن مثلا سيركل، هذا خلي الغيها، خلينا نشوف هنا اي ثينك هذا الشيب جدا كافي لي. تمام خلينا نكبر لاحظ في كريتلي على سبيل المثال انه انا عندي تطبيق كنترول زي، انا عندي تطبيق راح يكون فيها خلينا نكتب هنا بالله بايب اوكي بيطلع لي اشياء الكترونيه. خلي الغي هذا مانجمنت اناليتيك انترنت اوف ثينكس اي او اس، هذه الاشياء اللي ما احتاجها. خلينا نكتب هنا لاين اوكي هوريزونتال لاين، انا ممكن اجيب هذا الهوريزونتال لاين تمام. وفي الهوريزونتال لاين ممكن اني اغير البروبرتيز. طيب خليني نكبره شوي دبل كليك اوكي هذا هذا يقبل تكست عفوا. So هذا الزاوية هذا الـ height 3 pixel وعملنا 7 pixel، لاحظ قام بتعريضها، قلنا عملها 12 pixel تمام. اللي أريد أعمله أنه مثل خلينا نقول مثل الـ right click copy and paste here، أريد أعمل مثل شيء مثل الـ post، فراح يكون بهذه الصورة على سبيل المثال right click copy and right click paste تمام. فهذا راح يعطي لي تصور انه هذا هو بوست تمام. فلما نجي نصغره شوي لاحظ كيف يظهر على سبيل المثال انه هنا الصورة. طبعا على فكرة ممكن انه انت اصلا تلغيها تعمل 2 فقط يعني بهذه الصورة. زين هنا انت عندك like this، هذا شوي للأسفل وهذا شوي بهذه الصورة.
تمام وبهذه الشكل. فأقدر أجي هنا على سبيل المثال أقول طبعا بالكنترول أستطيع أنه أعمل سيلكت للكل وأجي أنزل للأسفل شوي كنترول سي كنترول في أتصور بيشتغل لا ما بيشتغل كوبي سيلكتد بيست لاحظ طبع لك إياهم أيضا عن طريق الكنترول أنا ممكن أوبس عن طريق الكنترول أنا ممكن ليش ما يبين صفر أوكي خلينا نشوف أوكي بالاتجاهات بالأسهم لاحظ إذا كان هذا بهذه الصورة أوكي and لو نكتب person أوكي خلينا نأخذ هذا الصورة على سبيل المثال نعمل بهذا الشكل طبعا ممكن نعمل كليك على هذا الستايل ممكن تغيير اللون لاحظ بهذه الصورة هذا على سبيل المثال لون آخر بهذه الصورة اوكي and copy this copy paste وهذا نجيبه في هذا المكان تمام عدنا ايضا كليك 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 right click copy and paste لاحظ اعمل كليك لهذا ايضا انزل للاسفل وبهذه الصورة طبعا انت ممكن تعمل اكثر ترتيب بس احنا في دورة فلذلك انا ما راح اهتم كثير بالتجميليات ايضا هنا ممكن اني استخدم اللاين على سبيل المثال هذا لو عملت من عنده copy and paste هذا ممكن انه اجي اقول انه هذا راح يكون copy paste paste هذا مثلا النافبار بهذه الصورة اوكي فأقدر ايضا اخذ كوبي من هذا على سبيل المثال واجلبه في جانبه لاحظ كيف ظهر في مسافة اخرى اي نعم copy and اوكي وبهذه الصورة فلو اصغرها لاحظ هذا خرجت فاقدر انه هذا كله select واحركه الى جنب فصارت بشكل اكثر تناسق طيب لو كبرت انا شوي وانزل للاسفل لاحظ هنا راح اعمل شيء انه مثلا احذف هذا على سبيل المثال انه هذا راح يكون لوجن بيج طبعا هذا ايضا ممكن انه انت تغيره لاحظ هذا ممكن ايضا تعدل على الموقع اسم الموقع اوكي مثلا هذا نجي نقول له هنا سلاش لوج ان تمام راح يكون كريتلي سلاش لوج ان او اسم موقعك مثلا ات لوج ان فهنا user name لاحظ هذا user بيطلع لك اياه مثلا ممكن اني اضعها بهذه الصورة خلينا نكبرها ممكن تغيير لونه ايضا تمام هنا input لاحظ في عندي text input
okay. Copy and وناخذ هذا طبعا text field بيفرق عنا يمكن بالشيب. طبعا في انواع لهذا هذا text field هذا text input فانت حر اي واحد منهم تستخدمه. انا راح استخدم text input. button احتاج لاحظ هذا button فاقدر اخذ هذا هنا واقدر اخذ هنا button. على سبيل المثال هذا راح يكون log in تمام بهذه الصورة. فأنت عندك button للlog in عندك الinput هاي في حالة إذا ذهب للlog in وهذا كبير جدا ممكن أني هذا شوي أصغره والtext input أيضا لاحظ هذا sketch بس لكن high fidelity هنا بنهتم بالكواليتي أكثر فممكن أني أصغر اللوج إن. تمام بهذه الصورة يعني هذا هنا إيميل وهنا أنا مثلا باسورد هذا بالنسبة لليو آي. طيب هنا طبعا properties ممكن انه انا ايضا اغير بالخصائص اللي موجودة فيها. لاحظ الالايمنت ممكن اعمله center هذا ايضا الالايمنت ممكن اعمله center تمام. انا اعرف كل الزين اذا انت ما عملت login راح تعمل register فاقدر انه اعمل select لهذا كله واعمل right click copy وانزل للاسفل اعمل right click paste here. لاحظ طبعها بالكامل فأقدر إنه هذا أعمله select وهنا أجي أقول إنه هذا double click هذا راح يكون أوبس register page تمام. يطلب من عندك مثلا email password قد يكون أشياء أكثر register. هاي للناس اللي ميزانيتهم ضعيفة ما بتتحمل انه يشتري الاوفيس والاشياء الاخرى. طبعا في register ممكن اني اعمل هذا الشيء بهذه الصورة هذا اسميه name ونفسه copy على paste اجي هنا مثلا email okay and password و register هذا ممكن شوية أكبره okay على أساس إنه راح يكون layout بهذه الصورة. oops okay. control z بيرجع عن الشيء اللي تعملته سابقا هذا هنا أنا بهذه الصورة. طبعا بياخذ وقت لأن أنت تعمله بالضبط بالشكل لأن هذا high fidelity. لا هذا مضر للعين كلش. this one okay nicer أحلى. هنا لاحظ هذا يكون عندك مثلا login page هذا يكون عندك register page هذا ممكن يكون على سبيل المثال about وإلى آخره من الأمور. لو نجي نكتب هنا image لاحظ في عندي هنا image مثلا على سبيل المثال and this one like here لاحظ هنا مثلا عندك image okay ممكن انه نعمل select لهذول
هذا هنا أيضا. تعال نسحب هذول. هذه الصورة. اوكي اند ممكن هذا بهالشكل يكون. انه في كتابات اسفلها ايضا. تمام. هذا على سبيل المثال ممكن يكون about. اوكي ممكن يكون الاباوت او شيء اخر. فهنا يكون عندك الريجستر، يعني لما يدخل الموقع ممكن يعمل لوجن او ينزل يعمل ريجستر على سبيل المثال. طبعا ممكن ايضا تضيف اشياء اكثر في موضوع الويب سايت. تمام. هذا بالنسبه للهاي فيداليتي. طبعا ممكن تستخدم شيبس كثيره. ممكن انه اذا في حاله عندك تريد اشكال اخرى ممكن على المور اوبجكتس وتختار، بس مجرد اعمل تشيك، يعني مجرد انه انت تعمل صح على اي واحد من عندهم وتقول له لود ويب ديزاين مثلا لود، راسا يحمل لك اياه في الجانب. تمام. بس انتبه انه كثره التحميل راح يخلي الصور ما بتظهر. اوكي هذا البيسك شيب، هذا الارو بلوك شيب، الستار بالون، هاي في اشياء مثلا احنا ممكن نستغني عنها يعني حاليا. اوكي ليش؟ لانه لاحظ هذا موك شارت. اوكي هذا بالنسبه للشارتات، هذا البارز والى اخره. الاي او اس انا ما احتاجه. اوكي في عندك الدايلوج بيظهر لك وارنينج والى اخره قد تحتاجه، لان عندك السكسيت والى اخره. يعني على سبيل المثال انه احنا عندنا ايضا الشركه، ممكن هذا نعمل هنا سيلكت تو اول، نعمل هنا كوبي، ننزل في الاسفل نعمل له بيست. انه على سبيل المثال ممكن انه اليوزر يطلع على معلومات الشركة، نجاحاتها والشارتات اللي وصل إلها على سبيل المثال. هذا خلينا نعملها delete هذول. اوكي and this one نقدر نستفاد من الموك شارت. لاحظ هنا عندنا مثلا بهذا الشكل الباي شارت، في عندك بهذا الشكل اللاين شارت. مثلا تقدر يعني تعطيهم فكرة انه مثلا ممكن يضعون لاين شارت. من اللاين شارت مكان جميل كثير يعني. اوكي في عندك البار، في عندك البابل، لكن اتصور البار شار. اوكي هذا البار شار. وممكن هنا يصير عندك مجموعة كتابات مثلا سوري مجموعة كتابات بيوضح للعميل شنو الأشياء، أو مثلا تشرح له عن الشركة على سبيل المثال. سوري هذا ممكن انه تصغره هنا أنا وتخلي هذول عايدين الى اوكي كشارتات، يعني اي شيء كامل. فممكن تعمل فيها البيجات بالكامل، تعيد تسميتها هنا تشارت، هنا ريجستر، هنا لوجن والى اخره من الامور. خلونا نوقف هنا، نكمل وياكم بالدرس القادم. مع السلامه.